the new poverty in America. يقول إن في 23 مليون أكثر أكثر من 23 مليون تحت خط الفقر. هذا كتاب قديم أنا قاريه يقول 23 الحين أكثر. رحت مشى بسولت ليك سيتي سولت ليك على حدود كندا وشوف الناس مسدحة على الأرصفة تأكل خبز يابسة. ترى أمريكا مو هي المسلسلات اللي نشوفها ولا هي دالاس وما دالاس وما أدري شنو نيويورك ولا هي بيفرلي هيلز ولا هي الكابيتال هيل ولا هي فهمش فرانك سيناترا ولا ما أدري منه. لا 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 أمريكا أكو في البرونكس لو تروح نيويورك وتروح إلى الأحياء مالت الزنوج تشوف الوضع على حقيقته يعني.